امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعرب سيادة الرئيس عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت، وخلال الاتصال أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وأمن واستقرار. أيضا أمس تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات. وخلال الاتصال أعرب سيادة الرئيس عن تمنياته للسعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. امبارح كمان نشر المتحدث العسكري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيلم بعنوان أسر الشهداء. الفيلم رصد توزيع هدايا السيد الرئيس على أسر الشهداء وتكريمه. إنك تقدر توصل الفرحة، تنور قلوبهم، ومش بس كده، ده النور اللي فيها ينور مصر كلها وأراضيها، هي دي الرسالة وهو ده رد الجميل. البلد دي دفعت ثمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه، في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر، دول دفعوا الثمن ده ليه؟ عشان البلد دي تعيش. احتفلنا بالشهيد، مش محتاج مناسبة ولا مواعيد، يمكن المناسبات هي اللي بتستمد بهجتها من ذكرى الشهيد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص كل عام على الاحتفال بالعيد وسط أبناء الشهداء والقوات المسلحة المصرية، كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم. رسالة حب وممر محبة من الزملاء والأحباب بنقدمها ليهم، كل واحد متأكد إن أي هدية مجرد ذكرى مش أكتر لناس غاليين. أنا أول ما دخلت من المدرسة حسيت بفرحة كبيرة، وإن زمايلي شايفيني وبيسقفولي، فكان الموضوع ده كان مفرحني أوي. واليافطة كان مكتوب عليها أولاد البطل دي كانت برضو مفرحاني يعني. حسيت لا فخور ببابا الله يرحمه. اقول له كل سنه وحضرتك طيب يا ريس، ويعني ربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي انت بتبذله عشاننا وعشان ابناء الشهداء وعشان البلد كلها، وميرسي جدا على الحاجات، ويعني بشكره انا والولاد لان في اوقات كتيره قوي بحس دايما بالدعم وبستند منهم. الحمد لله على اللي ربنا عطاهوني واللي ربنا خده مني، الحمد لله. يجعله شهيد في الجنة، هو عريس الجنة، يجعله عيده في الجنة. ابني بطل ويعاش لمصر بطل، ولو قديش عايز رجالة مني تاني ياخد العيال التانيين. أقول له يا ريس ربنا يخليك ويحرسك للبلد وربنا يقدرنا على الإرهاب. أنا حابة أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهدية دي، هو دايماً فاكرنا ودايماً حاطط أسر الشهداء عنده أولوية، وده شيء طبعاً بيسعدنا جداً. وحابة أقول له كل سنة هو طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة، وأتمنى طبعاً أن مصر كلها تفضل عايشة في سلام وأمان تحت ظل الرئيس بأمر الله. هقول له ألف مبروك، أنت وصلت المرتبة أكبر بكثير من اللي احنا نتمناه. ألف مبروك يا ابني، أنا فرح الله. اصلا قبليها باسبوع انا حاسه ان هو في حاجه جاي لي هاتف ان محمود هيستشهد، هو قبليها بشهرين كان بيقول لي يا امي نفسي استشهد، بس هو الحمد لله يعني انا بحمد ربنا بشكر فضله، هو كان راجل ويستاهلها. كان جاله التجنيد، فلما محمود راح فلقيته بيقول لي قوات صاعقه، انا حسيت بفخر الصراحه، بامانه ربنا انا حسيت بفخر. اشكر رئيس الجمهوريه على اللي هو عمله لنا دوت واللي بيعمله لنا بامر الله، وربنا يوفقه يا رب في اللي هو فيه.
طول عمرنا فخورين بيك، وانت كنت شرف، وانا اتشرفت ان انا كنت زوجتك، شلت اسمك واتشرفت بالسبع سنين اللي انا عشتهم معاك. رئيس عبد التحسيس بيخطب في ليله القدر، من طريقه القائه وطريقه اخلاصه لوطنه، والله بكيت اللي بيطلع من قلبه لاخلاصه لعمله، ويتمنى لكل واحد مصري يعرف قيمه تراب البلد دي. احب اشكر سياده الرئيس على ان هو فاكرنا ودايما مش ناسينا ومعانا في كل مناسبه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني ان هو جبر بخاطرنا وبعت حضرت كلنا. طبعا الواحد يحس بفرحه كبيره جدا كون القوات المسلحه تيجي لحد هنا وتشرفنا بنفسها وتخلي حضراتكم تقولنا لحد هنا، يخلي انطباع عند الناس كلها ان القوات المسلحه ما بتنساش حد. واحب اقول للزمايل محمد ربنا يحميكم. هو طبعا كلنا نتمنى الشهاده، ده شرف لاي بني ادم، لان محمد كان راجل وعاش راجل ومات راجل. كل سنه وانت طيب يا ريس، متشكرين ان انت افتكرتنا في العيد، وكل سنه تفتكرنا على طول باذن الله. النهارده يوم العيد، كلنا جايين عشانكم، نفسنا نفرح قلوبكم. مصر ما بتنساش وجودكم، مصر ما بتنساش شهيد. اليوم ده احتفال بنصر عنوانه الشهيد، لسه عايش في قلوبنا ومش بعيد، جندي مصري يعني قوة من حديد. يا شهيدنا مرتاح، احنا هنكمل كفاح، لسه المشوار طويل، جيل وبيسلم لجيل، جيل وبيسلم لجيل، جيل رحم الله شهداء الوطن، يعني جيش وشرطة وكل من ضحى بنفسه فداء لوطنه ولأهله، ربنا يلحقنا بهم في الجنة إن شاء الله. بجانب هذه الأخبار كمان كان امبارح في مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة، منها إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة أيضا أهلا بالعيد بدون تعاطي وتدخين، وحديقة الحيوان استقبلت 40,000 زائر في أول أيام عيد الفطر، وأخبار تانية كتير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة أهلا بالعيد بدون تعاطي وتدخين، وده في إطار المرحلة الجديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي. امبارح حديقة الحيوان في الجيزة استقبلت أكتر من 40,000 زائر في أول أيام عيد الفطر المبارك، وكمان كان في إقبال كبير من المواطنين على حديقة الأرمان للاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة والأشجار النادرة اللي موجودة في الحديقة، واللي عددهم بيوصل ل 1200 نوع نادر من الأشجار. كمان امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجراف جديد بيوضح تعافي ايرادات السينما العالميه بعد التراجع اللي اصابها بسبب تداعيات فيروس كورونا، ورصد المركز ارتفاع حجم ايرادات شباك التذاكر العالميه من 11.8 مليار دولار في 2020 ليصل ل 21.3 مليار دولار في 2021. كمان كان في مجموعة من الأحداث المهمة حصلت في المحافظات، واللي منها إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي في أول يوم العيد في محافظة البحيرة. أما في سوهاج فتم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف الصحي بطريق سوهاج أخميم وطريق الجامعة، وأخبار تانية من شمال سيناء وبني سويف. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء،
امبارح احتفل أهالي المحافظة بعيد الفطر وسط أجواء مستقرة بتشهدها كافة مدن المحافظة وقراها. وأكد أهالي سيناء أن احتفالهم بالعيد هذا العام بيختلف عن كل عام بعد استقرار الحالة الأمنية وحركة التنقل بين كافة المدن والقرى وأداء صلاة العيد في المساجد في كل مكان من مناطق العريش والشيخ زويد. امبارح في بني سويف شارك فريق شباب الكشافة التابع لمطرانية بني سويف في تأمين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمر بن عبد العزيز والإشراف على عملية تنظيم دخول وخروج المواطنين وأيضاً توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال. في سوهاج شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج نزلاء المستشفى الجامعي من المرضى الفرحة باستقبال عيد الفطر المبارك، وقام بتوزيع عبوات من كعك العيد ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة متمنياً ليهم سرعة الشفاء وعودتهم لذويهم سالمين. في البحيرة تم تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي بنطاق 10 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 6696 متر مربع، وده في إطار رفع درجة الاستعداد لإزالة كافة التعديات على الفور خاصة خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق سوهاج أخميم وطريق الجامعة بتكلفة تبلغ 7.8 مليون جنيه، وده تمهيداً لقيام المحافظة بأعمال الرصف ضمن خطة إحلال وتجديد أعمال البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها قبل أعمال الرصف بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة وترشيد المال العام.